وللمزيد حول توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي تشارك في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد الأحمر الناقد الرياضي. بعد التحية لك أستاذ أحمد، يعني بداية دعنا نفند هذه الحزمة من الإجراءات القانونية التي تخدم بشكل كبير قطاع الرياضة في مصر، كيف تابعت توجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن؟ أهلا بحضرتك وحضور جميع السادة المشاهدين. بالتأكيد طبعا اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة المصرية منذ توليه رئاسة البلاد واضح جدا بشكل كبير جدا، سواء على مستوى المنشآت الرياضية العديدة يتم إنشاءها في مصر بشكل كبير جدا، وتطوير حتى المنشآت القديمة. بقى عندنا بنية تحتية عظيمة جدا، بقينا قبلة استضافة البطولات في العالم، كل الاتحادات الدولية النهاردة بتتوجه لمصر لاستضافة البطولات. أيضا الدعم المادي الذي يتم توفيره للرياضة المصرية تضاعف بخمس ستة أضعاف ما كان يحدث في الماضي، توفير جميع المتطلبات. فطبيعي أن بعد العودة من أولمبياد باريس وكانت كل التوقعات بتشير إلى حصد عدد من الميداليات يصل إلى 7 ميداليات ويكون النتيجة 3 ميداليات، أكيد هيكون في إجراءات جديدة، وفي فخامة الرئيس أكيد إدى التوجيهات اللي تم الإعلان عنها بضرورة مناقشة ملف باريس وما حدث في باريس، وده أمر طبيعي جدا في ظل الإنفاق اللي تم وفي ظل الاستعدادات اللي تمت، وأن الدولة لم تقصر في إعداد وتجهيز اللاعبين والاتحادات وتوفير الدعم المطلوب، سواء من معسكرات، سواء من مشاركة في بطولات خارجية، سواء استضافة بطولات محلية كانت الهدف منها إعداد وتجهيز اللاعبين. أيضا فخامة الرئيس اتكلم في حزمة الإجراءات اللي خدها عن ضرورة تغيير قانون الرياضة، وده أمر مهم جدا للرياضة المصرية، أن قانون الرياضة عندما صدر سنة 2017 وبعد تطبيقه وجدنا بعض الثغرات وبعض العيوب فيه التي يجب العمل على تطويرها من أجل استهداف الرياضة. قانون الرياضة لما صدر في 2017 كان بينظم العديد من الإجراءات والعديد من اللوائح، ولكن الجانب الرياضي تم إغفاله بشكل كبير جدا في إعداد قانون الرياضة، في التركيز على الألعاب الرياضية اللي مصر متفوقة فيها وبتحقق فيها ميداليات أولمبية عبر التاريخ، زي رفع الأثقال، زي المصارعة، زي التايكوندو، زي الجودو، دي الألعاب المفروض مصر متفوقة فيها. فأعتقد أن حزمة الإجراءات اللي خدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دي نبعة من اهتمامه بالرياضة وتقديره لدور الرياضة، وأن الرياضة إحدى القوى الناعمة اللي ممكن من خلالها توصيل رسائل للشعوب. الرياضة هي الآن الوجهة التي يمكن من خلالها تطوير السياحة المصرية وتنشيط السياحة بشكل كبير جدا. شفنا عدد البطولات اللي بيتم استضافتها في الفترة الحالية. أعتقد إن ما أعلنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي ضمن هذه الإجراءات للتطوير الرياضي والوصول بأفضل شكل وأفضل نتائج للرياضة المصرية التي تستحق بالفعل الكثير والكثير. حضرتك أستاذ أحمد تحدثت عن نقطة يعني هي أيضا غاية في الأهمية، وهي متعلقة باللاعبين واللاعبين المهرة والواعدين أيضا وإعطاء السبيل لهم لإظهار هذه الموهبة، خاصة أن هناك أيضا يعني كما وجه سيادة الرئيس يعني تحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية بحيث أن تقتصر على اللاعبين الواعدين فقط، يعني وذلك أيضا يعني ما يدعو لي تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثات الأولمبية. إزاي بتشوف أنه هذا أيضا التوجيه سيساعد على ترسيخ مبادئ الرياضة في مصر وتطوير هذا القطاع؟ أكيد طبعا النقطة دي من النقط المهمة جدا جدا
اللي فخامه الرئيس في حزمه الاجراءات اللي خدها والبيان اللي صدر نقطه مهمه، وهي التركيز على الالعاب الرياضيه التي تتفوق فيها مصر. ازاي ننشط العديات وازاي نطورها في مصر؟ ازاي يكون في مراكز تدريب في المحافظات في العاب رفع الاثقال، المصارعه، التايكوندو، وجودوا الالعاب المتفوقين فيها تاريخيا اللي لازم تكون اجباريه في جميع المحافظات، لازم يكون اجباريه في جميع الانديه ان هي تتلعب عشان نركز عليها، لان ده في النهايه هنقدر من خلاله نحقق الميداليات في البطولات العالميه والبطولات الاولمبيه وفقا لطبيعتنا الجسمانيه ووفقا لحياتنا ووفقا لتاريخنا الطويل مع هذه الالعاب، عكس بعض الالعاب الاخرى التي لا تتفوق فيها مصر. دي ممكن يكون المشاركه فيها هي مشاركات رمزيه، مشاركات عادية على المستوى الأفريقي، على المستوى الإقليمي، لكن على المستوى العالمي ممكن يكون فيها بعيد بشكل كبير جدا. أعتقد أن هذا التوجيه هو المهم حاليا للرياضة المصرية. أيضا الألعاب اللي عندنا زي المصارعة، زي رفع الأثقال، زي التايكوندو وجودو أو جودو، وخصوصا المصارعة ورفع الأثقال، أعتقد لولا المؤسسات العسكرية التي تتبنى هؤلاء اللاعبين ومعظم لاعبين اللي بيحققوا ميداليات من أندية المؤسسات العسكرية، أعتقد كان هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا، لأن معظم الأندية الكبيرة في مصر أو الأندية الجماهيرية أو الأندية الشعبية لا تمارس هذه الألعاب. لك أن تتخيلي أن أندية بحجم وتاريخ كبير جدا زي الاهلي، زمالك، اسماعيلي، الاتحاد السكندري، المنصوره، الانديه الشعبيه الكبيره، المنيا، اسوان، لا تمارس هذه الالعاب. يبقى اذا كيف سنخرج ابطال في العاب نحن متفوقين فيها عالميا والانديه الكبيره لا تشارك فيها؟ لكن لو الانديه الجماهيريه ديت اصبحت ملزمه والانديه جميعا في مصر ملزمه بخمس ست العاب المتفوقين فيهم، لازم يكون فيها نشاط، والنشاط ده يكون حقيقي بجانب مراكز تدريب في المحافظات تبع للاتحادات، اعتقد ان احنا هنتفوق بشكل كبير جدا في هذه الالعاب. ومفيش مانع باقي الممارسه، اكيد حق الممارسه الطبيعي لاي مواطن، ده لجميع الالعاب، لان مش كلنا هنبقى متفوقين في هذه الالعاب، لكن في فرق ما بين الممارسه وفرق بين المستوى الاحترافي والمنافسه. اعتقد ان كلام فخامه الرئيس يتفق تماما تماما مع ما نصب اليه من تحقيق انجازات رياضيه، وده مهم ان احنا نركز في دول. لو شفنا في دول عالميه كبيره جدا بتركز في العاب محدده اللي هي متفوقه فيها، افريقيا بتروح الدورات الاولمبيه بتلعب في سباقات الماراثون الطويله، بتلعب في سباقات الجري اللي هي بتقدر من خلالها تحقق الميداليات، لان ده التفوق بتاعها بحكم البنيه الجسميه والجسديه بتاعتهم وبحكم الحياه اللي هم عايشينها، زي كينيا، اثيوبيا، اوغندا، بيحققوا ميداليات كتير جدا في الاولمبيات وفي البطولات العالميه عن طريق الماراثون ان هم متفوقين فيه. فاحنا التوجه بتاع فخامه الرئيس اعتقد هو اصاب الازمه الحقيقيه للرياضه المصريه، وان شاء الله انا متفائل خير بدوت ان ده يقدر يتحقق من خلال تعديلات قانون الرياضه اللي هتحط قواعد لممارسه الرياضه وقواعد للالعاب المهم ان جميعنا يمارسها عشان نقدر نطلع ابطال، وبناء عليه نقدر نحقق ميداليات تتناسب مع حجم ما يتم توفيره من دعم للرياضه المصريه خلال الفتره الحاليه. نقطه اخرى استاذ احمد، يعني وهي متعلقه بمراجعه خطه المشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه القادمه، وهي ايضا من ضمن توجيهات السيد الرئيس، وده بالتأكيد ما يضمن أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين. ولكن هناك أيضا نقطة أخرى أعرف رأي حضرتك في هذا التوجيه، كيف يعني يساهم في إزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر الألعاب اللي بتشارك في دورة الألعاب الأولمبية القادمة؟ أكيد طبعا التوجيه فخامة الرئيس واهتمامه بالرياضة وتسليط الضوء عليها بشخصه مباشرة، ده هيدي اهتمام كبير جدا وهيدي رقابة كبيرة جدا على كل ما يتم انفاقه أو كل ما يتم تنفيذه في الرياضة المصرية. لما يكون رئيس الدولة مهتم شخصيا بهذا الملف، رئيس الدولة حريص على أنه يتابع هذا الملف ويحط ايده زي ما بنقول كده بالبلدي على هذا الملف بشكل مباشر بشكل اكبر، اعتقد ان ده هيعمل نوع من انواع الرقابه الاقوى، اعتقد ان ده هيعمل نوع من انواع الاهتمام
الكبير جدا كل مسؤول او كل مدرب او كل اداري حتى في اتحاد او في نادي هيكون حريص وعنده نوع من انواع الحذر في اي قرار هياخده خوفا من الرقابه الشديده اللي هتكون موجوده عليه. اكيد احنا محتاجين رقابه، اكيد محتاجين متابعه كبيره جدا، وفي نفس الوقت اهتمام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضه ده نوع من انواع الدعم المعنوي كبير جدا على فكره. يعني فخامه الرئيس لما بيستقبل اللعيبه بعد تحقيق بطولات سواء دورات افريقيه او بحر متوسط او اولمبيات ده او بطولات افريقيه اللي بتتحقق للمنتخبات في الالعاب، ده بيبقى ليه دافع معنوي كبير جدا واهتمام. في لعيبه بتكون عايزه تحقق انجازات عشان تقابل رئيس الجمهوريه، فما بالك بقى ان رئيس الجمهوريه هو المهتم شخصيا بدوت وبيصدر تعليماته شخصيا. اعتقد ان ده نوع من انواع التحفيز والامان والدعم للرياضه المصريه اللي ما يعني لن يتوفر، لم يتوفر من قبل واعتقد مش هيتوفر بعد كده، لان اهتمام فخامه الرئيس بجد هيضع الرياضه المصريه على الطريق الصحيح وطريق الامان الرياضي اللي احنا بننتظره كلنا. حضرتك استاذ احمد يعني اثرت نقطه غايه في الاهميه وهي ايضا ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمه من الاجراءات الفوريه اللي بتتضمن مراجعه قانونيه دقيقه لاوجه صرف المبالغ الماليه المخصصه للاتحادات الرياضيه. كيف يساهم ذلك في ترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية أيضا؟ أكيد طبعا لما يكون في إجراءات يعني حازمة، يعني دائما بعد الدورات الأولمبية بيكون في محاسبة من اللجنة الأولمبية للاتحادات وثم محاسبة من وزارة الشباب والرياضة للاتحادات أيضا. فأعتقد لكن المرة دي لما يكون المحاسبة أو التقييم، خلينا نقول التقييم من فخامة رئيس الجمهورية بتوجيهات منه شخصية لأن ده يتم، أعتقد أن ده يكون ليه أثر كبير جدا فيما هو القادم، خصوصا أن احنا قادمين على انتخابات اتحادات خلال الفترة الحالية ديت. فكل من هو سيترشح لانتخابات سواء أشخاص جدد أو الموجودين حاليا في الاتحادات هيقودوا التجربة مرة أخرى للتواجد، أعتقد أن القرارات دي هتحط الجميع تحت المسؤولية الحقيقية وهتخلي الجميع يشتغل بخطط هدفها النجاح، لأن الحزمة الإجراءات اللي خدها فخامة الرئيس بتقول أن اللي مش هينجح أو مش هيحقق الهدف المطلوب منه هيتم محاسبته على كل شيء. أعتقد أن ده هيحط مبدأ من البدايه العمل هيساوي قدامه الدعم اللي هتحصل عليه، وفي نفس الوقت النتائج اللي هتحققها هتساوي ايضا المكافاه اللي هتحصل عليها. اعتقد ان دي اجراءات مهمه جدا في توقيت مهم للرياضه المصريه، ان فخامه الرئيس يكون هو بنفسه يصدر هذه التعليمات، اعتقد مهمه للرياضه المصريه وهنجني ثمارها خلال الفترة القادمة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الأحمر الناقد الرياضي على هذه المداخلة.